أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أنه من بين كل 100 علبة دواء موجودة في مصر 91 منها يتم إنتاجها داخل مصر وتسعة فقط يتم استيرادها بالكامل. ولفت مدبولي إلى أن صادرات مصر من الدواء خلال السنة الماضية بلغت مليار دولار، وأنه من المتوقع أن تصل صادرات العام الحالي إلى 1.5 مليار. النهاردة عشان يعني كل مواطن يبقى عارف أن من 100 دواء أو 100 علبة بتنتج في مصر 91 منهم بينتجوا جوه مصر، يعني من كل 100 علبة دواء موجودة في مصر 91 علبة موجودين في مصر، وتسعة هم اللي بيستوردوا بالكامل، ودول في أدوية متقدمة جدا زي أدوية الأبرام وبعض الأدوية الأخرى اللي احنا بنسعى النهاردة إن برضو نوطن هذه الصناعة هنا في مصر. فالوضع الحقيقة في صناعة الأدوية عندنا بنية أساسية عملاقة، الدولة سواء بواسطة الدولة أو القطاع الخاص اللي هو بيقود في هذه الصناعة بصورة كبيرة جدا. هذا الكلام مكن مصر إن السنة اللي فاتت، السنة المالية اللي فاتت، صدرنا بمليار دولار. متوقع السنة دي هتصل صادرات مصر إلى 1.5 مليار، وفي خلال سنتين هنقفز إلى 2 مليار، وإن شاء الله قبل 2030 هتبقى صادرات مصر حوالي 3 مليار دولار في السنة.